بكور المحامي العام في حماه أثناء توجهه إلى عمله في العدلية على طريق كفرنبودي كرناز مع سائقه ومرافقه. ونقل مراسل تلفزيون الدنيا عن قيادة شرطة محافظة حماة قولها إن عملية الاختطاف جرت عند وصول القاضي بكور ومرافقيه إلى قرية كرناز، حيث اعترضهم 7 مسلحين ببنادق حربية وأسلحة الرشاشة. كانوا يستقلون سيارة بيك أب نوع تويوتا لها صندوق خلفي وميكروباص من نوع مازدا، واقتادوهم إلى جهة مجهولة تحت تهديد السلاح. رئيس قامت مجموعة إرهابية مسلحة صباح اليوم باختطاف القاضي عدنان بكور المحامي العام بحماة أثناء توجهه إلى عمله في العدلية على طريق كفرنبودي كرناز مع سائقه بهاء اليوسف ومرافقه محمد صدراوي. وقالت قيادة شرطة المحافظة إن عملية الاختطاف جرت عند وصول القاضي بكور ومرافقيه إلى قرية كرناز، حيث اعترضهم 7 مسلحين ببنادق حربية وأسلحة رشاشة. كانوا يستقلون سيارة بيك أب نوع تويوتا لها صندوق خلفي وسيرفيسا من نوع مازدا، واقتادوهم إلى جهة مجهولة تحت تهديد السلاح. بكور: أعلن استقالتي من منصبي في ظل نظام الأسد وعصابته، وألخص أسباب استقالتي بما يلي: أولا، قتل السجناء في السجن المركزي بحماة يوم الأحد 31/7 والبالغ عددهم 72 سجينا من المتظاهرين السلميين والناشطين السياسيين، ودفنهم بمقابر جماعية بجانب قرية الخالدية قرب فرع الأمن العسكري بحماة. ثانيا، المقابر الجماعية في الحدائق العامة على يد قوات الأمن والشبيحة، والتي وصل عدد ضحاياها إلى 420 جثة أو ما يزيد، وطلبهم مني أن أقدم تقريرا بأن هؤلاء الضحايا قتلوا على يد العصابات المسلحة. ثالثا، الاعتقال العشوائي للمتظاهرين السلميين والذي قد بلغ